لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق وهو يعلم أن هذا البيع فيه مكسب له، فهل يكون بذلك قد أضر بأهل السوق؟ إذا إيش؟ يقول لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق، إذا باعها هو فلا مانع من ذلك، لكن ما يقول له بعها علي، ما يقول له المشتري بعها علي، لكن لو ان صاحبها قال اشتريها منه ما في مانع، هو اللي باعها. نعم.